الناس اللي تتكلم لجوة. والله يا فندم ولا الجوة ولا البرة. سمعني انت بتقول ايه؟ كل خير يا فندم. وانا شو هدفني مش انت كنت هتشربي بالزو ولا كتفك؟ اختارت المحكمة في اتنين قلوبهم جر بقى. حضرتك سي احمد افندي يسري الضابط ايه ده يا حسبه؟ اللحم الابيض المتوسط. فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. مشاهدينا اهلا بكم، وهذه الحلقه من زاويه اخرى. الحقيقه انه في هذه الحلقه اخترنا لحضراتكم شخصيتين بارزتين من عالم الادب العربي، هما اللبناني جبران خليل جبران والفلسطيني غسان كنفاني. الحقيقه ان هاتين الشخصيتين بينهما مساحه مشتركه كبيره واوجه تشابه كثيره، يعني كل منهما اتخذ من وطنه قضيه وهبى حياته واعماله الابداعيه، كل منهما غادر وطنه مجبرا، سواء كان لاجئا مثل غسان إلى لبنان ثم سوريا ثم سافر للكويت من أجل العمل، أو كان مهاجرا إلى الولايات المتحدة مثل جبران. الحقيقة أيضا أن كل منهما كان متعدد المواهب الفنية. الاثنان كان بارعان في مجال الكتابة، في مجال الأدب، وأيضا في مجال الفن التشكيلي. الحقيقة أن بعض النقاد ذهبوا بقولهم أن أهمية هذين الشخصيتين في مجال الرسم تعادل أهميتهما في مجال الأدب. والحقيقة أيضا أن غسان رسم حوالي 36 لوحة زيتية، بيقول البعض أنه كان بيفضل الرسم على الكتابة، في حين جبران الحقيقة رسم حوالي 500 لوحة أو أكثر من 500 لوحة، يعني تم عرضها في المعارض المختلفة، بيعت الحقيقة بأثمان باهظة ونالت كمان يعني الكثير من الجوائز. والحقيقة أيضا أن التجربة الإنسانية أو التجربتين الإنسانيتين المنفردتين لهذين أو هاتين الشخصيتين لم تستغرق فترة زمنية طويلة، يعني غسان توفي أو استشهد عن عمر يناهز 36 عاما، جبران توفي عن عمر يناهز 48 عاما، يعني قصر فترة زمنية أو قصر العمر وكبر حجم الإبداع. ويمكن الحقيقة دي يعني سمة بنلاحظها كثيرا في أو مع المبدعين، قصر العمر الزمني وكبر حجم الإبداع. الحقيقة أيضا إن هاتين الشخصيتين يعني متعددي الزوايا، لهم كثير من الزوايا التي يعني قد تكون غير واضحة بعض الشيء لكثير من الناس، ويمكن هنا بيأتي بقى دور برنامجنا لإلقاء الضوء على هذه الزاوية أو الزوايا الغير ظاهرة. بالتحديد سنتحدث عن هاتين الشخصيتين، عن زواياهم المتعددة، ولكن في البداية اسمحوا لنا نخرج إلى هذا الفاصل اللي الحقيقة بيعد يعني إحدى قصائد أو إحدى بعض الأبيات من قصيدة شهيرة لجبران تغنت بها فيروز. خليني أذكركم بكلمات هذه القصيدة: أعطني الناي وغني، فالغنى سر الخلود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. أعطني الناي وغني وأنسى داء ودواء، إنما الناس سطور كتبت لكن بماء. بصوت فيروز نستمع إلى هذه الأبيات. Thank you.
حضراتكم. جبران خليل جبران هو أديب عربي لبناني مسيحي من أبرز أدباء المهجر الذين اضطروا إلى مغادرة أوطانهم في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بسبب ظروف سياسية واقتصادية مؤلمة. جبران الحقيقة هاجر إلى الولايات المتحدة، كان عمره وقتها 12 عاما، استقر في بوسطن في بدء الأمر، ثم انتقل إلى نيويورك بعدها، وهناك أسس الرابطة القلمية اللي هي كانت بتهدف لدعم اللغة العربية والأدباء العرب. الحقيقة أن جبران كان له دور كبير ودور جذري في تطوير الأدب العربي والفكر والنقد العربي، حيث مزج بين الثقافة العربية والثقافة الغربية، يعني الثقافتين اللتين ينتمي إليهما. ويمكن من أبرز وأهم كتابات جبران كان كتابه The Prophet، النبي، هذا الكتاب الذي كتب أو صدر عام 1923، هو كتب باللغة الإنجليزية وترجم للغات عدة، يمكن كان آخر هذه اللغات اللغة الصينية. هذا الكتاب حول إلى فيلم سينمائي عالمي للرسوم المتحركة، أنتج عام 2014، وكان إنتاج مشترك يعني لبناني فرنسي كندي. أيضا الحقيقة جبران له كثير من القصائد التي تم غناؤها، يعني غنت له فيروز كما استمعنا منذ قليل، غنت له مجدة الرومي، غنت له كاميليا جبران، يعني تغنى له الكثيرين، يمكن برضو على رأسهم أو من أبرزهم فريق البيتلز البريطاني، مما يعكس تأثير هذا الرجل الكبير على الثقافة الأوروبية والغربية بوجه عام. أيضا جبران كان فنان ورسام تشكيلي كبير، يعني الحقيقه رسم الكثير من اللوحات، البعض بيقول 500، البعض بيصل بهم الى 700 لوحه، يعني هذا الرجل كان متعدد المواهب. بالفعل هذا الرجل يمتلك الكثير من الزوايا التي تستحق تسليط الضوء عليها، وده اللي هنعمله بالظبط مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقه. معنا مشرفنا في الاستوديو معنا الاستاذ والشاعر والنقد الكبير الاستاذ احمد سراب. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا، شرفتنا يا فندم، شرفتنا.
طيب يعني أستاذ أحمد، اسمح لنا كده في البداية قبل بدء الحديث نخرج سريعا إلى هذا الفاصل ثم نعود لحضرتك مشاهدين إلى هذا الفاصل. راح بتصير مثل أسيس كنيسة سانت ماركوس، وين المرتفعين؟ وين السماسرة والرصوص؟ ما بيصير مدينة كلها أودم، مدينة بلا زبالي ما في، بلا جرادين ما في. أودي أنا ما بجيبن على أورفليس. إذا أنت ما جبتن هن بدون يجوا، ناشر بدو يجيبن. اهلا بحضراتكم مره اخرى، ومعنا للحديث عن التجربه الانسانيه والادبيه للكاتب والاديب الكبير اللبناني جبران خليل جبران، معنا الشاعر الكبير اللي مشرفنا النهارده الاستاذ احمد سراج. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك، شرفتنا يا فندم. شكرا. يعني استاذ احمد، يعني على الرغم من ادراكنا ان هذه الشخصيه شخصيه شهيره للغايه، وبالتالي الكثير من الناس يعني على علم بكثير من تفاصيل حياتها، الا اننا سنبدا بهذه التفاصيل. ان تفاصيل الحياه والنشاه لها تاثير كبير على كتابة الكاتب، وبالاخص يعني جبران خليل جبران، فحدثنا عن هذه النشأة يا فندم. شكرا فندم على الاستضافه وعلى هذه الحلقه، عن الحلقه عن جبران التي تثبت ان مصر هي دوله الثقافه والدوله العربيه التي تهتم بكل المبدعين في كل وقت. في الحقيقه انه حتى تجربه جبران الكبرى ظهرت بكثره في مصر، انه جبران كان ينتمي الى مدرسه شعرية تسمى مدرسة المهدر، ورغم أن هذه المدرسة مدرسة المهدر أو المهاجر ظهرت خارج مصر، إلا أنها جاءت نتيجة لكل المدارس الأدبية التي ظهرت في مصر. نعم. يعني أول مدرسة كانت مدرسة الإحياء والبعث التي أسسها محمود سامي البارودي، ثم مدرسة الكلاسيكية الجديدة التي كان فيها شوقي وحافظ إبراهيم وإسماعيل صبري، ثم جاءت نقلة مدرسة الديوان، ثم مدرسة أبولو، وجاية لمدرسة أبولو مدرسة المهجر لهذه المجموعة. هذه المدرسة مدرسة المهجر لم تكن لتعرف لولا أن مجلة أبولو كانت تصدر في أعدادها دائما ما يخص هذه المدرسة، فكأن هذه المدرسة في الخارج لكنها في قلب العالم العربي. نعم. جبران أسس الرابطة القلمية. هو أستاذ أحمد اسمحي قبل الحديث قبل الحديث عن أدب جبران، نتكلم عن تفاصيل حياته الشخصية، طفولته، معاناته في لبنان، اضطراره للهجرة إلى أمريكا، عودته مرة أخرى إلى لبنان، ثم عودته مرة ثانية إلى الولايات المتحدة. هذه التفاصيل، سفره إلى باريس، الكثير من التفاصيل هنا، التنقلات اللي أثرت تأثير مباشر على كتاباته. هو يعني أعذريني لأنني اهتممت بما اهتم به الشعراء والنقاد، وهو بروموثيوس سرق النار من أجل أن يحيلها للناس شيئا جميلا، فانتبهت النار لهذه الناس لهذه النار، لكنها لم تنتبه لهذا الشاعر الذي يصلب بين جبلين وتنهشه الطيور عقابا له على ما قدم. ما حدث لجبران من طفولة شبه معذبة من اضطهاد ديني ومذهبي جعله يفر من لبنان إلى أمريكا. صديقه إيليا أبي ماضي لم يهاجر إلى أمريكا مرة واحدة، بل جاء إلى الإسكندرية في القاهرة. لذلك عندما ذهب إلى أمريكا، رغم أن حاله لم تكن أسعد منه بل كانت أقل من حال جبران، إلا أنه استقر. جبران لأنه سافر إلى بوسطن بأحلام الفتى وبطموحاته، هذا الشاعر الفنان يعني يكفيكي يكفيك أن كتابه الذي كتبه في نهاية حياته عام 1923 وقد توفي 1931، دواء ماذا حمل من عنوان النبي، صحيح، ما يشبه الرواية، الأجنحة المتكسرة. عندما تقرأين هذه الرواية إنها قصة جبران وتحطم حبه وتحطم أحلامه في بلده. سافر الرجل معذبا ولسان حاله يردد ما كان يقوله في قصيدته. نعم. البلاد المحجوبة. والبلاد المحجوبة في الحقيقة هي القصيدة المركزية في شعر جبران، لأنها تبين كيف تأثر بالمدينة الفاضلة عند أفلاطون، توماس مور، الفارابي، ثم رأى كيف رأى هذه المدينة. إنه يبحث عنها، إنه في البداية يبدأ هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن بلاد ما لنا فيها رفيق، ما عسى يرجو نبات يختلف ورده عن كل زهر وشقيق، وجديد القلب أن يأتلف
مع قلوب كل ما فيها عتيق، إن هذه الرحلة تكون من يبحث عن المدينة الفاضلة ثم يصل في نهاية القصيدة إلى ما يمكن أن نسميه سفر الجماعة، عندما يقول إن هذه المدينة ليست في الأعماق ولا في السهل الحرد، إنما هي في قلبه نار تتأجد ونار تختلط. هنا المدينة الفاضلة في مثالياته التي يجب أن يعيش فيها. لذلك عاش الرجل ما يشبه الحياة المعذبة، إنه لا يتوزع فقط بين وطنه الذي غادره، وأي أمر أمر من أن يترك الإنسان وطنه. صحيح. ثم إنه لا يحقق أحلامه، لا يستقر حتى في حياته على حب واحد، إنه يعيش تجربة كاملة ثم يخرج منها بشكل عجائبي كأنها لم تكن. وكل هذه الأمور، كل هذه التجارب تم يعني عكسها في كتابك. الجميل أنه كان يفرغ كل هذا، كان بداية كان قليل الكلام، رغم أنه أسس الرابطة القلمية، وكان فيلسوفها ميخائيل نعيمة وأمير شعراء إيليا أبي ماضي، فإنهم لم يندمجوا في هذا العالم اندماجا يسمح لهم بنسيان الوطن، فقد عانوا هناك، تركوا وطنهم من الاضطهاد الديني، فعانوا ما هو أسوأ، لقد عانوا الاضطهاد بسبب اللون، انهم ملونون، فلا البيض في هذه الفترة التي كانت أمريكا منقسمة على نفسها، فلا البيض احتملوهم، ولا السود اعتبروهم من يعني الطين لا يريد بلة أكثر. صحيح. يعني طب خليني برضه أقول لحضرتك، هو زي ما اتفقنا كده إن هو طبعا حياته الشخصية زي ما ذكرت أثرت تأثير مباشر على كتابة شأنه، في هذا شأن معظم الكتاب الحقيقة، لكن خليني أقول لك إن هو لعب دور كبير في تطور الأدب العربي والشعر العربي بالتحديد. يعني جبران الحقيقة خرج من العباءة التقليدية تماما لكتابة الشعر، يعني هذه الطريقة المعتادة التقليدية في بدايات القرن العشرين، وأدخل الكثير من التغييرات. عايزين بقى نتكلم عن هذه التغيير. ماذا جلب جبران خليل جبران من تغييرات على الشعر العربي في هذه الفترة؟ هذا سؤال في الحقيقة مهم للغاية، لأن ما يبقى من الشاعر هو هذا الشعر العربي في هذا التوقيت. يعني توفي مثلا جبران 1931، ولم يكن حافظ إبراهيم وأحمد شوقي قد توفي، كان هناك سيادة للمذهب الإحياء الكلاسيكي، وما فعله الديوان كان انتهى، حافظ العقاد وغيره، وما فعلته أبولو كان كان تحت موافقة الذي افتتح مؤتمرهم، كان أحمد شوقي. النقلة الأساسية في أبولو وفي مدرسة المهجر التي مثلها أيضا جبران كانت في المدرسة الرومانسية، الحنين للوطن، صحيح، التشاؤم، التعبير عما يجري في الواقع، ذاتية التجربة، إن الشاعر يتحدث عن نفسه بوصفها مركزا للعالم، يتحدث عن أحاسيسه بوصفها هي ما تصنع هذا العالم. لم يكن الشاعر ينظر إلى أحد وهو يتحدث. عندما يتكلم مثلا جبران في قصيدة أعطيني الناية وغني وانسى داء ودواء، إنما الناس سطور كتبت لكن بماء، في هذا تمثيل لما كتبه. نحن نعرف أن هناك ثلاثة أسفار منسوبة لسيدنا سليمان: نشيد الأناشيد في عشقه، سفر الأمثال الحكمة المتوسطة، ثم سفر الجامعة الذي يفتتح بأن الكل باطل وقبض الريح. هذا التشاؤم الذي خرج من العباء لا يمكن قراءته على أنه كذلك. نحن نرى شعرا جديدا، نرى معنى جديدا، نرى معنى يخرج ليس من الشاعر فقط يا سيدتي، ولكن ممن يقرأ. عندما نقرأ إنما الناس سطور كتبت لكن بماء، هذه الخفة، مسألة سهولة اللفظ، مسألة قرب الصورة. صحيح. مع عمق الدلالة. ما قدمته هذه المدرسة، كانت لدينا المدرسة الكلاسيكية لفظ عظيم ربما لا تجدين وراءه شيئا. صحيح. عشرات الأبيات من الممكن أن تتركيه، لكن مسألة الوحدة العضوية. صحيح. مسألة تقسيم النص إلى مقطوعات، مسألة اختيار الأوزان الخفيفة التي تجعل من يسمع هذه القصيدة يستوعبها بسهولة، مسألة أن تكون المدرسة الرومانسية عربية بامتياز. صحيح. وليس نقلا جافا كما حدث في مدرسة الديوان. نعم. سقطت هذه التجربة لذهنيتها. لكن يعني حتى بالنسبة للشعراء، عاد عبد الرحمن شكري يكتب على غرار شوقي، توقف العقاد عن كتابة الشعر أو أصبح في المرتبة الثانية، اتجه المازيني إلى الرواية، لكن مدرسة المهجر
لكن مدرسة أبولو أولئك هم من أمسكوا بروح الشعر، فتحولت اللغة إلى دفقات شعورية لا تعبر عن غيرهم إنما تعبر عنهم، فإذا ما قرأها الإنسان قال هذا أنا. طيب على ذكر بقى هذا أنا، هو بيتهم أحيانا بوجود الأنا بشدة في كتاباتي وبالنرجسية، يعني أنت ترى أو تسمع أو تشعر طوال الوقت بجبران عندما يعني تقرأ لجبران، هل ده كان لصالحه ولا كان ضده؟ هو كان صادقا مع مذهبه الشعري وصادقا مع نفسه، وكان صادقا مع محنته. في علم النفس من يقول أنا هو شخص يعاني من اضطهاد. أي اضطهاد أكثر من أن يطرد الإيمانيون، أن يترك الإنسان وطنه؟ أي اضطهاد أكثر من أن تكون لديك موهبة لا تستطيعين التعبير عنها؟ ثم المذهب الشعري، المذهب الرومانسي هو مذهب ذاتي، الرجل يتحدث عن نفسه، عما يجري فيه. تخيلي أن أمامنا ثلاثة من الشعراء هم في الرابطة القلمية. إلي أبي ماضي تدفعه للاضطرابات إلى التسامح وكتابة القصص الرمزية، ميخائيل نعيمة تدفعه للاضطرابات والمشكلات إلى الفلسفة كي يبتعد عن الأعماق، عن السطح الموار. أما جبران فإنه يصطدم بها ويعبر عما في نفسه. لذلك حتى قصائد، يعني عندما مثلا ننظر إلى، في الحقيقة أنا مفتون بالأجنحة المتكسرة، هذا الحب الرومانسي الدافق الذي لم يعبر عنه الشاعر أبدا، ولكنه ظل يحمله في أعماقه. إن الرجل يعبر عن نفسه فكيف يقول؟ هل يقول هو أم يقول أنا؟ طيب خليني برضو على ذكر إيليا أبو ماضي، يعني حضرتك إيليا كان بيعاني من مشكلة الهوية يعني بشكل كبير، يعني تتذكر أبياته اللي كتبها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. هل كان جبران يعاني من نفس المشكلة برضو؟ في الحقيقة كان جبران يعاني منها، لكنه لم يصل إلى أزمة إيليا لسبب. يعني جبران كان يرى أن نفسه هي الانتساب، لذلك لم يبحث عن منتسب إليه. لكن إيليا كانت لديه في هذه القصيدة وفي غيرها تساؤلات إنسانية: من أنا؟ كيف أولد في لبنان؟ ثم أذهب إلى الإسكندرية، ثم أستقر في الولايات المتحدة الأمريكية في أعمال بسيطة. لكن جبران كان يرى أن أناه هي عالمه، أن أناه هي حاضره، أن أناه هي وطنه. طيب خلينا نتكلم برضو على فكرة تأسيسه للقصة الشعرية والسيرة الذاتية اللي كانت دائما يعني موجودة في كثير من كتاباته. من الأثار الكبرى أو من الأثار المعروفة للقصيدة الرومانسية، ومن حديث الشاعر دائما عن، حتى لو بتحدث عن آخرين، إنه يتحدث عن نفسه بضمير الأنا، ما يجعل الناس تتصور أن كل ما يكتبه الشاعر إنما هو تعبير صادق عن حياته الشخصية. والآن يعاني الكتاب من أنهم إذا كتبوا، مثلا إذا كتبت امرأة عن قصة عاطفية داخل روايتها، فيقولون لها يعني هل عشت هذا أم لا؟ جبران عندما تحدث في هذه المنطقة كان واضحا تماما، إنه قال إنه يكتب الشعر ليعبر عن ذاته. جبران في الحقيقة هو ابن أكثر لخليل مطران، أكثر من بنوته للشعر العربي العام الذي يتحدث فيه الشاعر عن الآخرين. يعني في قصيدة البلاد المحجوبة مثلا، إنك في هذه القصيدة تجدين الشاعر يحدث في البداية، الشعر العربي عادة كان يتحدث مع اثنين، يعني يا صاحبي دنا الرواح فسيرة، يا صاحبي تقصي كيف كذا. لكن جبران إنه يحدث نفسه منذ البداية: هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن بلاد ما لنا فيها صديق. إن الحديث مع النفس منذ البداية يجعل أي قصيدة حتى لو لم تكن عن نفسه تقرأ على أنها عنه. إضافة لأن تكبر جبران وما أحاطه لنفسه بهالة من قلة الصمت وكثرة العمل الإبداعي، جعلت الناس تنظر إلى هذا على أنه طوطم أسطوري، تقترب منه وهي تهابه، هي هيابة منه. لذلك نظر الناس إليه على أنه الشاعر المتفرد الذي يحكي عن نفسه وعن تجاربه. ولو نظرنا بإذنك إلى منجز جبران نظرة تحليلية، سنجد أن الشعر ليس أكثره، فلديه الرواية، ولديه وكتب النثر أيضا، وكتب النثر أصلا، وكان استغراقه الأكثر في الفن التشكيلي.
لا قبل، بس قبل ما نتحدث عن الفن التشكيلي، حضرتك تحدثت عن البروكن وينجز، هي الاجنحه المتكسره، ديت احد يمكن العمل اللي بدات شهرته الحقيقيه من خلاله، كان عام 1912، لكن البدايات كانت مع المواليات. يعني استاذ احمد، دي كانت ابيات شعريه زجليه الحقيقه تم نشرها وترجمتها الى اللغه الانجليزيه، حدثنا عن هذه البدايه. هي الفكره في البدايه الاولى، جبران كان لديه رغبه شديده للغايه أن يعبر عن بيئته، معتقدا أن هذا التعبير عن البيئة سيمنحه الوطنية والجدارة والاستحقاق والتفرد. نعم. لكن عندما كتب، يعني حتى ترجمة هذه القصائد إلى الإنجليزية جاءت تاليا، وكان معظمها طبعا في إشكالية محددة، أنه الشعر العامي يموت كل فترة عكس الشعر الفصيح، لأنه مفردات الفصحى وتركيبتها هي باقية، لكن في العامية مثلا ما يستخدم في مصر الآن لم يكن يستخدم من 10 سنوات. نعم. لم يكن يستخدم من 5 سنوات، لن يستخدم كثير، يعني مفردات كثيرة فيما بعد. كانت ما أحيا هذه القصائد في الحقيقة هو ترجمتها إلى الإنجليزية. نعم. ثم عندما تترجم إلى الإنجليزية إلى العربية تترجم إلى الفصحى. صحيح. ولا تثبت ولا يثبت لها الدرس النقدي، ولا يلتفت إليها ولا ينتبه إليه. دبران كان هنا، لكن هذه القصائد كان فيها ميزة. طب معلش هنقف عند النقطة دي مرة تانية. هو كان بيكتب باللغة العربية ثم يتم الترجمة إلى الإنجليزية. تمام. أين هذه النصوص التي كتب؟ هناك نصوص ما نسميه نحن بالنصوص المفقودة. يعني مثلا هناك أعمال لكتاب كبار، يعني مثلا همس الدفون لنجيب محفوظ نشرت بعد أن توفي بفترة. هناك مسودات موجودة لكتاب بعضها نشر وبعضها قال الورثة إن يعني إن الكاتب لم يشأ أن تنشر. ما كتبه جبران الآن، يعني عندما نفتح كتب الدرس النقدي لا يهتم بها النقد العربي، لأن النقد العربي ظل ينظر إلى الشعر العامي حتى سنوات تعد على أصابع اليد على أنه فن شعبي. يعني يدرس كان نعم. شاعر العامية، يعني هو يدرس كان جبران كان بيكتب باللغة العامية في البداية. تمام. الفكرة ما بقي في الحقيقة مجموعة القصائد، يعني حتى بقيت من دواوينه قصائد محددة، يعني مثلا قصيد وهذا لماذا حدث كثرة الكتاب وكثرة الشعراء، يعني ديوان إلياء أبي ماضي الذي أصدرته البابطين، مؤسسة البابطين، إن الديوان يتجاوز 1600 صفحة. ما الذي يعرفه الناس عن هذه القصائد؟ إنهم يعرفون 3 أو 4 قصائد. الاهتمام بدبران لم يكن الاهتمام به كشاعر، يعني برغم موهبته الشعرية الكبرى، لكن الاهتمام كان أكثر بمثلا بالأجنحة المتكسرة، بالنبي لأنه بمقطوعات قصيرة. على مستوى الشعر كان الاهتمام بدوره في تأسيس مدرسة الرابطة القلمية في مقابل العصبة الأندلسية. نعم. كما حدث مع اسمحي له هذه آخر نقطة، الاهتمام بإلياء أبي ماضي شعريا وبمنجزه الشعري، والاهتمام بمنجز إبراهيم ناجي، وإهمال منجز أحمد زكي أبو شادي مؤسس المدرسة. الناس كانت تنظر إلى هذا المؤسس على دور التأسيس، لكن لم تكن تهتم بكثرة بالأعمال. أيضا وأعتذر عن الإطالة، هذه النقطة مهمة، خروج دبران في قصائده الكثيرة عن الأنساق الفكرية المعروفة في مقابل التزام إيليا ومخاطبته القيم والمثل العليا. نعم. كان دائما الدارس وشاع هذا تربويا يأخذ نصوص إلياء أبي ماضي ويتعامل معها. طب خلينا برضو نقول إن هو كتب الكثير من الكتابات، لكن بيأتي يعني على رأس هذه الكتابات كتاب ذا بروفيت النبي عام 1923، وهو كتبه باللغة الإنجليزية الحقيقة، يعني لم يكتبه العربية ثم ترجمه، ولكن كانت اللغة الأصلية اللي كتب بها كان اللغة الإنجليزية، وكان يعني هذا ذروة الحقيقة أعماله الأدبية. هذا الفيلم حول إلى فيلم رسوم متحركة عام 2014، وكان إنتاج يعني مشترك لبناني فرنسي كندي، والحقيقة كان له أصداء واسعة. تجربة خلينا إنسانية. بس نعم خلينا نشاهد جزء من هذا الفيلم ثم نعود ل يعني نستكمل الحوار أو نبدأ الحوار عن هذه النقطة بالتحديد، كتاب ذا بروفيت النبي لجبران خليل جبران. مشاهدينا إلى هذا المقطع من هذا الفيلم. يا
kids. Bring that back. She's completely beyond my control. Nothing I do or say gets through to her. Do I hear a mouse? My name's Mustafa. What's yours? Mustafa, you bring a riot to our doorstep. Why do you persist with these rebellious speeches? I have only spoken with love. Nothing less than a call to rebellion. What are you doing up there? I'm their prisoner. My crime? Poetry. Let me tell you a secret. I've flown away many times. We are spirits, free as the wind. In your longing for your greater self lies your goodness. Your children are not your children. And though they are with you, they belong not to you. What is it to work with love? Work is love made visible. مشاهدينا، هذا الجزء اللي شاهدناه مع حضراتكم كان جزءا من فيلم ذا بروفيت، النبي المأخوذ عن كتاب بنفس الاسم لجبران خليل جبران. الفيلم انتج عام 2014، شارك في انتاجه الفنانه اللبنانيه سلمى حايك، والحقيقه كان له اصداء عالميه واسعه. الكتاب نفسه ايضا كان له اصداء عالميه واسعه لان كان هناك اقبال شديد من الغرب على ادب جبران خليل جبران. وده هيخليني اسال ضيفنا الكريم الاستاذ احمد سراج، لماذا هذا الشغف الحقيقه بادب جبران من ناحيه الغرب؟ هم كانوا مهتمين الحقيقه بكتاباته يعني مقارنه بغيره من الكتاب، لماذا؟ في الحقيقه يعني الكتاب او ديوان الذي يشابه قصيده النثر لكنه لم يقل ذلك، كتاب النبي لجبران، يجيب عن هذا السؤال. فقد كان هذا كتابا إنسانيا فيه الكثير من ثمار المعاناة التي يعانيها الإنسان، لكنها مع ذلك تأخذنا إلى فكرة الأمل مهما كانت القيود، فإننا نستطيع أن نحلل إن قضبان السجن ذاتها لدى جبران تتحول إلى عصافير محلقة. عندما نقرأ مثلا، يعني أنا عندما أحب أن أقرأ النبي أقرأ بالموازاة سفر الجامعة المنسوب إلى سليمان عليه السلام، ويقال أنه كتبه في نهاية حياته. عندما نقرأ العملين وهما عملان مترجمان، نجد لدى جبران فكرة التعبير عن الذات ورغبته في أن يقول ورغبته في أن يقول للإنسان أنك تستطيع أن تفعل كل شيء، فقط ثق بنفسك مهما كانت الظروف. يعني ما الذي يجعل هذا النص مثلا يعلق في أذهان الكثيرين؟ يمكن لم تكن تظهر ولم تكن قد ظهرت وقتها فكرة الكوتشينات والواتساب وقنوات التدوين المصغر وما إلى ذلك. الكتاب في الأصل مبني على هذه الدفقات الشعورية البسيطة. كان هناك خلل في المدرسة الرومانسية عالجه جبران، وهو أنه لم يكن هناك اهتمام بالنثر. عندما يظهر كان نثر المدارس الرومانسية هو الروايات والمجموعات القصصية، لكن أن تكتب النصوص بهذه الطريقة لم تكن قد ظهرت بعد. كانت الأعمال النثرية تتجه إلى الأعمال الفكرية، فيتحدث ميخائيل في التأمل بتطويل وإسهاب. جبران كان يعطي دفقات شعورية، استثمر كل ما جذب هذه واحدة، كل ما جذب القراء العرب والغرب، لأنه هناك علينا أن نقرر شيئا أن المدارس الرومانسية هي آتية من الغرب، من المدرسة الفرنسية ومن المدرسة الإنجليزية. عندما نتحدث عن وجود جبران في وسط هذا وتعبيري عن هذا، ولاحظ سيادتك الذكاء الشديد، أنه يكتب بالإنجليزية، فهو يقول أن هذا نص موجه إلى الإنجليز، القارئ الذي يقرأ باللغة الإنجليزية. لقد أخذت منكم فهذه بضاعتكم ردت
إليكم. عندما نضع هذا، عندما نضع النبي، إن لا نضعه إلى أدوار أعمال شكسبير، لكن نضعه إلى أدوار أوراق العشب الويتمان، نضعه إلى أدوار أزهار الشر لبودلير، نضعه إلى أدوار أعمال رامبو، نضعه إلى أدوار أعمال مدايليه ومن جاءه بعده أو قبله بقليل. الكثير بيقارنوه في هذا العمل بالتحديد بشكسبير على الشهرة. أساس العالمية والشهرة هو وصل. لأنه لاحظي حضرتك شكسبير كتب مسرحه في القرن الـ 1516 القرن السادس عشر، في وما قام به من نقلة كانت ممثلة في أنه منذ بداية تكسير الإلياذة والأوديسة إلى مسرحيات على يد يوربيدس وسخيلوس وسوفوكل وما إلى ذلك، كانت النصوص تتحدث عن آلهة. جاء شكسبير ليتحدث عن بشر في مصاف الآلهة، إنهم ملوك وما إلى ذلك. هذه الشهرة جرت في القرن الخامس عشر والسادس عشر. عندما نتحدث عن بدايات القرن العشرين فإننا نتحدث عن رؤية جديدة للعالم، إنهم ينظرون مثلا إلى ويتمان على أنه الشاعر المحرر، الشاعر الذي يمثل أمريكا الحرة، إنهم ينظرون إلى بودلير على أنه الشاعر الرديم الذي يجب أن يقرأ له الجميع. كان هناك أيضا، كانت هناك ما تزال أصداء الشعراء الرومانسيين الإنجليز والفرنسيين. ظهور جبران في وسط هذه الفترة والعالم كله ينتظر القراءة، ونحن في عالم جديد يريد أن يثبت جدارته. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لديها ثلاثة شعراء وأربعة روائيين وما إلى ذلك، كما كان في روسيا مثلا، لكن ظهرت كأنها تكملة لإنجلترا، وهي قائمة على التنوع العرقي. خليني أقول لك أن جبران كان متأثر في المقام الأول بالشاعر الأمريكي الرومانسي ويليام بليك. ده ليس في الشعر فقط، ولكن حتى في فكرة أنه الفن التشكيلي وفي استغراق الشاعر. يعني حضرتك اسمحي لي، بما انك كنت كريمه يعني وذكرت اسم الشاعر، انه الشاعر الذي يمارس فنا كتابيا اخر ينظر لهذا الفن، او فنا يعني ادائيا او فنيا، ينظر الى هذا الفن على انه تجسيد بشكل ما او تفريغ بشكل ما او سيستم انالايز، تحليل نظام لافكاره. فكان مثلا من تاثر بهم دوبران جميعا لن تجد منهم شعر فقط، شعر روائي، شعر رسام، ومن أثر فيهم أيضا دبران كانوا يمتلكون تعدد المواهب. عندما ننظر إلى هذه التجارب في هذا الوقت، كانت نقلة ما بين الرومانسية والواقعية، لكن العالم كان ينتظر الرومانسية اللي تحل مشكلاته. نحن نتحدث عن أن العالم كله يخرج من الحرب العالمية الأولى وهو ينتظر ما يضم الجراح. إذن أنت ترى شغف الغرب بأدب جبران، واحد لأنه كتب بلغتهم اللغة الإنجليزية، ثانياً أعطاهم ما يحتاجون إليه في هذه الفترة، وهي فترة ما بعد الحرب، فترة رومانسية من نوع جديد، رومانسية من النوع الذين هم في حاجة إليه. تمام كده. خليني برضو نقول في هذا السياق ان لغة جبران المتفردة يمكن بتظهر في مقالة هو كتبها ردا على نقد وجه عليه. الحقيقة عندما قال لي لغتكم ولي او لكم لغتكم ولي لغتي ولي لغتي، ده اعتراف منه بان هو يعني انتم في شأن وانا في شأن اخر. كل يعني هو هنا في البداية يحدث من هو يوجه من هم لكم لغتكم ولي لغتي، من هم الذين يحدثهم؟ الأوصياء. ما فعله دبران يردنا إلى ما قيل أبي تمام عندما سئل أبو تمام لما لا تقول ما يفهم، فقال لمن سأله وهو ناقد، ولما لا تفهم ما يقال. عندما قال المتنبي أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا، عندما قال علي أن أقول عليكم أن تتأولوا، الشعر لا يوصيت عليه، الشعر في الأصل يسبق الناس في الرؤية ويسبق الجميع في التعبير. هناك نسق اتفق عليه النقاد أن تكون اللغة بهذه الطريقة كي تعبر. عندما يأتي الشاعر لكي ينتج نصا لابد أن، يعني حضرتك لاحظي شيئا مهما، لم يعترض النقاد على شاعر إلا وأثبت هذا الزمن أن هذا الشاعر هو شاعر مجدد وشاعر مبدع. عندما ظهر صلاح عبد الصبور رفضه
عباس العقاد وأحال قصائده إلى الناس. هذا ليس معناه أن اختلاف ذائقة فقط، لكن العصر تغير، الأزمنة تغيرت وتغير مع النص. عندما يقال أن ما فعله جبران يرد إلى بعده عن اللغة العربية لذلك كان يخطئ، جبران مش عاد صغير عشان يغلط عشان هو بعيد عن اللغة، لا، هو يتحرك نحو التحرر، يتحرك نحو إنتاج نص جديد. هذا النص الذي يقوم بعمله كما يقول الدكتور علي عاش زايد في كتابه بناء القصيدة العربية الحديثة، إنه نص يقوم على التعقيد. نحن الآن أمام نص يقوم على لغتين وعلى عالمين وعلى عوالم متشظية ما بينهما، نعم. على مجاز بين الشرق والغرب، على جبران نفسه المتشظي بين شرقيته وغربيته. بين هناك في لغة جبران ما لمحه الكثيرون في الحقيقة، ولست أنا أول ما يلمحه، أنه جبران يستخدم المضامين التوراتية والمسيحية والإسلامية، يعني لكم لغتي، لكم لغتي ولي لغتكم، ولكم لغتكم لي لغتي ولكم لغتكم، لكم دينكم ولي دين. هو الفكرة. وبالمناسبة يعني مثلا عندما نقرأ ترجمة دريني خشبة للإلياذة والأوديسة، هناك حضور للنصوص القرآنية بالنص، أنه يأخذ عن إيدوسس الكلمة ويقوم بترجمتها نصا، يعني يأخذ نصا قرآنيا كأن إيدوسس قال. هنا الفكرة، جبران كان يصنع لغة جديدة لأنه يعبر عن عالم جديد، فكان من الطبيعي وهو المهاجر أن يفعل ذلك. لكن أولئك الذين لا يمتلكون أجنحة كيف سينظرون للطائر المحلق في السماء؟ إذن هو يحادث يعني المتعصمين الجامدين، المتجمدين والجامدين فيما يتعلق باللغة، يعني رافضي التجديد، الذين يرون أن هذا التجديد خروج على المقدس، وأن هذا التجديد خطأ، إنهم لم يكونوا قد اكتشفوا بعد أن فكرة الانحراف الأسلوبي هي أساس في فكرة بناء القصيدة، وأن فكرة انحراف الصورة ذاتها، عندما نقول مثلا الرجل أسد، هذا انحراف عن المواضع الطبيعية، لكن إذا ما أمننا على ما يجري في الطبيعة لن ننتج شعرا. صحيح. طب خليني بقى ناخد يعني جانب آخر من جبران، وهو كونه فنان تشكيلي. الحقيقة هو فنان تشكيلي، رسم العديد من اللوحات، هناك من يقول حوالي 500، هناك من يقول وصلوا الحقيقة ل 700 معارض وقيمة جوائز أخذت. والحقيقة إن هما كانوا بيقولوا إن ده كان رد فعل مباشر لرحلته لباريس، يعني ده كان هو في العشرينات من عمره توجه هناك. باريس في هذا الوقت كانت عاصمة العالم الثقافية، انبهر بهذه الأجواء بالرسامين، وقع تحت تأثيرهم فتوجه للفن التشكيلي وأنتج يعني لوحات كثيرة. كيف ترى هذا الأمر؟ هو في الحقيقة نيوتن لديه جملة رائعة، أن الأفكار العظيمة تزور العقول المهيئة لذلك. الأفكار العظيمة تزور العقول المهيئة لذلك. كان جبران عقلا وموهبة عظيمة، كان لديه فكرة الفن التشكيلي، وكانت لديه الرواية، وكانت لديه القصة الشعرية، كان لديه فكرة المقطوعات في القصائد. لكن عندما ذهب إلى فرنسا وعندما كان في الولايات المتحدة الأمريكية لاحظ شيئا، انشغال العالم بهذا الفن الجديد، فإنه سوف يرد ما لديه. يعني عندما نقول أن هناك 526 لوحة تم الاحتفاظ بيهم لجبران، كيف نفهم هذا الاهتمام؟ إلا أنه كانت البيئة مهتمة للغاية، وماذا يريد صاحب الموهبة إلا بيئة مهتمة. إذن توفرت الظروف، ثم توفرت المرأة التي ترعاه وتشجعه وتجمع هذه اللوحات وتعرضها في أفضل المعارض. تقصد ماري هاكسلي. ماري هاكسلي. هنا كانت هذه المرأة تنظر إليه ليس على أنه يعني معشوقا، إنها تنظر إليه، وهذه فكرة يعني قيلت كثيرا، على أن هذا هو مسيح الفن، ولذلك كتب النبي مثلا، وأنها هي راعية هذا المسيح، هي مريم المجدلية التي ستسير خلفه. لذلك صارت هذه المرأة أعطته نوعا من الاستقرار. مع هذا الاستقرار ورؤيته، مع هذا الاستقرار ورؤيته لكيف يهتم الناس بالفن التشكيلي، بدأنا نرى، يعني أنا أقول لسيادتك أن إيليا أبي ماضي له ديوان 1000 صفحة، نحن الآن أمام 700 لوحة. هذا وجد الاهتمام في وتحقق الذات في ذلك، إلى جوار الموهبة، إلى جوار
من صادق، من الذي صادقه دوبران وصار معه؟ نعم، يعني أهميته كرسام ما كانتش بتنبع في المقام الأول من أهميته كأديب. ده قاله محمد عبله، وقاله ناس كتير. في يعني حضرتك الشاعر المتعدد ينظر إليه، يعني الشاعر الذي يكتب الرواية ينظر إليه الروائيون على أنه شاعر، وينظر إليه الشاعر على أنه روائي. ويمكن الجملة اللي قتلت طه حسين، إبراهيم ناجي عندما المنسوبة إلى طه حسين، هذا شاعر بين الأطباء وطبيب بين الشعراء. نعم، الراجل مات فيها. احنا هنا عندنا جبران، هل لديه لوحات فن تشكيلي ام لا؟ هل يمكن ان تنتج موهبه غير اصيله 600 لوحه؟ صحيح، ده بيقولوا 700 كمان. احنا احنا نعم. احنا اللي موجود عندنا 526. صحيح. النهارده مثلا عندما ننظر الى اعمال فنان تشكيلي في هذا العصر، نعم، نحن نتحدث عن عدد قليل. ثم كيف لرجل ليس في بلد ولا يعرفه أحد وليست لديه عصبة، عبد الرحمن الداخل بتاع الفن، يعني أنه في هذه البعد. صحيح. وتبقى لوحاته، وحتى هذه اللحظة. نعم. حتى هذه اللحظة هذه اللوحات موجودة. فيعني هذا الرأي من إحن المداء، من إحن أصحاب الكار يعني. طب أستاذ أحمد، كان برضو هناك من يقول إن سبب شهرته في الغرب الحقيقة كرسام في المقام الأول إن لوحته أو لوحاته كانت متأثرة بالفن الغربي أكثر من الفن الشرقي، يعني الثقافة الغربية كانت بتنعكس بشكل كبير على هذه اللوحات، والثقافة الشرقية كانت متناحية جانبا إلى حد ما، وبالتالي وبالتالي كان انبهار أو شغف أو حب أو إعجاب الغرب بها أكثر من الشرق. أولا هذا فساد استدلال، يعني اولا نعم. لم يكن للشرق لوحاته. فن التشكيل هو فن غربي، هو فن غربي. صحيح. فكيف سنقول يعني حتى اللوحات المكتوبه عن الشرق، لوحات الشرق هي لوحات اما رسمها فنانون غربيين او التقطها رحاله. نعم. رحاله غربيون. فكره العمق، الذي توصل اليه دوبران في قراءه تراثه، تحديدا التوراتي والإنجيلي، هذا العمق والمخيلة الموجودة، المخيلة الجبارة المهيمنة على التوراة، وكيف هضمها هذا الشاعر وعبر عنها. يعني هي لوحات الفنانين التشكيليين وتماثيلهم كلها اللي هي الموجودة في أوروبا هي عبارة عن إيه؟ صور للملائكة. نعم. في الشوارع. نعم. رسومات للمشاهد. يوم القيامة، آدم وحواء، كذا. مش دي اللوحات المشهورة في هذا الوقت. صحيح. نحن ننظر إلى رجل يرسم عام 1910، من 1900 مثلا لغاية 1930. صحيح. نحن لا ننظر إلى رجل يرسم الآن ومعه كل شيء. من أساتذة الفن التشكيليين العرب؟ من أساتذة الفن التشكيلي العرب الذين كان يمكن أن يتأثر. نعم. كان يتأثر. إذن كان طبيعي ومنطقي، لأن يعني كان الفن التشكيلي فنا غربيا، وطبيعي التأثر بأكمله يرجع إلى العرب. اسمحيلي أخر حاجة، هما الاثنان تأثرا بنفس المصدر. نعم. يعني الفن التشكيلي الغربي سواء لوحات أو ما إلى ذلك تأثر، حتى العمل الكبير الذي يعني بعده الكوميديا الإلهية لدانتي أليجيري، أعمال دافينشي، أعمال غيره، أعمال ليوناردو، كل الأعمال دي هي جاية منين؟ هي جاية من التصور المسيحي للعالم في الفن. نعم. فلم يكن لدينا نحن، احنا كان عندنا ايه؟ المسدسات والمسمنات. نعم. والحاجات دي. طيب خلينا ننتقل بقى لنقطة تانية، وهي أشعاره التي تحولت إلى أغاني. الكثير الحقيقة من هذه الأشعار يعني تحولت إلى أغاني. كلنا نذكر أغاني فيروز الشهيرة وأغاني ماجدة الرومي وكاميليا جبران وغيرهم، بس بيلفت نظرنا الحقيقة في يعني فريق البيتلز البريطاني اللي تغنى له بقصيدة من قصائده، طبعا كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية الحقيقة، وده بيعكس تأثيره الكبير يا فندم يعني في أوروبا وفي أمريكا وفي الغرب بوجه عام. كيف ترى تحول هذه الأشعار إلى أغاني؟ لماذا في المقام الأول كان هو بداية هو ظلم؟ يعني عندما ننظر إلى عدد القصائد التي غنيت له، يعني تم غناؤه لها بخصوص، يعني مقارنة مثلا بقصائد نزار قباني، مقارنة بإبراهيم ناجي، مقارنة بأي شاعر يكتب الفصحى بأحمد شوقي، فقد ظلم الرجل. ولو وجد اهتماما كثيرا في قراءة أعماله لكان كثير من، لأنه حضرتك هناك مشكلة في القصيدة العربية القديمة، هي تغنى على أدوار بطرق معينة. قصيدة دوبران
ومن بعده نزار وقصيدة إيليا هي القصيدة التي كان يجب أن تغنى. نعم. لأنها قريبة من الحياة. عندما ننظر إلى الفنون الغربية، هذه الفنون حزمة واحدة. نعم. عندما نجد تأثير مثلا كتاب النبي، عندما نجد تأثير كتب دبران، ألا يستتبع هذا التأثير؟ نعم. أن يتحول هذا التأثير إلى أغاني؟ صحيح. يعني النهاردة مثلا عندنا روائي مشهور، أول ما يحدث لهذا الروائي تتحول أعماله إلى أفلام في البيئة التي كان موجودا كان موجودا به. ما حدث مع جبران في الحقيقة هو أقل، وأنا أدعو الفنانين اللبنانيين والمصريين إلى قراءة هذه الأعمال، وأدعو من خلال قناة ثقافية عريقة، أظن أنها، بل أنا متأكد أنها القناة الأولى تاريخا ومحتوى في العالم العربي، إلى يعني الاهتمام بالأغنية العربية التي تستطيع أن تعبر عن مشاعر الناس. لفظ سهل، صورة واضحة، النغم موجود، الإيقاع موجود. نعم. ما الذي يمنع؟ ده صحيح، ما الذي يمنع؟ طب خلينا كده نستمع لجزء من أغنية نشيد الحب، كلمات جبران خليل جبران، مشاهدينا الكرام، والألحان لجوزيف خليفة. جئت لأقول كلمة وسأقولها، جئت لأحيا بمجد المحبة بنور الجمال في أعماقي، جوع للحب للحب، جئت لأكون للكل وبالكل، جئت لأكون مشاهدينا، في البداية كان جبران كتب ما يسمى بالمواليات، وهي قصائد زجلية الحقيقة، يعني نشرها وترجمها في الإنجليزية في مجلة شهيرة وقتها اسمها العالم السوري. يعني أستاذ أحمد، هذه البدايات، هذه البداية مع المواليات، كيف كان شكلها؟ هو في الحقيقة يعني كما قلت لسيادتك في البداية، فكرة بداية الشاعر هو يتلمس صوته، هو يكتب، يحاول أن يكتب مندمجا مع العالم الذي عاشه. نعم. لذلك هو يعبر عنه بهذه اللغة، يبدأ بالعامية، يبدأ بالقصائد الخفيفة، ثم يتجه فيما بعد إلى النصوص الأثقل. لكن لأن جبران موهبة في الحقيقة، موهبة قوية، فقد أثرت هذه القصائد، وانتبه هو نفسه إلى أنه يجب أن يكتب بالفصحى لكي تبقى نصوصه الأدبية أكثر. أنه كما قلت لسيادتك، أنه بيرم التونسي مثلا ومن جياله، هل لدينا الآن دراسات عن هذه الأعمال؟ هل لدينا دراسات عن أعمال جبران؟ أين ستدرس هذه الأعمال؟ هي في سياقها نصوص رائعة، لفتت
انتباهه الى قيمته وقوته. لو كان دبران مهتما بفكرة الكتابة بالعامية أو الكتابة بهذا النمط لما تركه وغادره إلى الكتابة إلى النصوص الفصحى الموزونة المقفاة المكتوبة بدقة. أعيب على كثيرين من الناس أن يقولوا إن جبران لم يكن متمكنا لغويا. هذه في الحقيقة فرية لدى الرجل. مغامراته التجديدية حتى في فكرة كتابة أولا فن الموالية وفن يعود إلى العصر العباسي ومن يدرس عروض الشعر يدرسه باعتبار أنه من الفنون يسمونها الفنون السبعة. هو فن وسيط ما بين الفصحى وما بين العامية. يغلب عليه ما يجعله مفترقا عن الفصحى هو عدم العناية بالتشكيل. لكن معظم الكلمات مكتوبة بالفصحى باللغة العربية الفصحى لكنها لا تهتم بفكرة التشكيل. تمام. طيب خلينا برضو نقول ان هو يمكن ما كانش فيه بس قصائد تم غنائها، لكن الحقيقة حتى المسرحية يعني هناك كان فيه مسرحيات غنائية، يعني كتاب ذا بروفيت او كتاب النبي تم استيحاء موضوعه الاساسي وتم كتابة مسرحية على اساس هذا الموضوع اسموها جبران النبي. هي مسرحية غنائية وشارك فيها عدد كبير الحقيقة من المغنيين والموسيقيين. يعني فكرة المسرح الغنائي عند جبران أستاذ أحمد كيف ترى؟ الفكرة هذه المسرحية اعتمدت على قصة حياة جبران، قدمت كتخليد لذكرى جبران، كلفت إنسانية عظيمة إلى أن الشاعر لا يموت، وتم اختيار كتابه وتم اختيار كتابه الرئيسي وهو كتاب النبي للعمل عليه. لم يكتب هناك يعني تفرقة داخل نصوص الرومانسيين، هناك بذور للمسرح الحوار وصف المشهد وما إلى ذلك، لكنه لم يكتب المسرح. من كتب المسرح كان أحمد شوقي، عزيز أباظة، حافظ إبراهيم له تجربة كده وتوقفت، صلاح عبد الصبور، أحمد عبد المعطي حجازي له تجربة يفر منها، محمد إبراهيم أبو سنة كذلك. فلم يكن لدى حمزة العرب، لم يكن لدى جبران نزوع لكتابة المسرح، لكن هناك مسرح داخل شعر كل الشعراء الرومانسيين حتى الشعراء العرب القدامى. يعني اسمحي لي مثلا، المتنبي عندما يقف أمام الطلال ويقول له لماذا لا تبكي معنا أنا والإبل، ويجعل هذا الطلال يرد عليه القصيدة إثلث فإنا أيها الطلل نبكي وترزم تحتنا الإبل، أو لا فلا عتب إن الطلول لمثلها فعل، لو كنت تنطق قلت معتذرة بي غير ما بك أيها الرجل، أبكاك أنك بعض من فقدوا، أبكاني أني بعض من قتلوا. هنا في حوار مسرحي وفي مشهد وفي إبل وفي سينوغرافي في كل حاجة بتحصل، في علامات داخل المسرح. هذا موجود من الشعر القديم وموجود لدى جبران. ما فعلته الفرقة المسرحية التي أنتجت هي أن حولت حياة جبران إلى مسرحية، وأجابت حولت الإجابة عن سؤال من الشاعر. وهناك نقطة مهمة، أنه الرومانسيين خصوصا المهدريين كانوا ينظرون إلى الشاعر على أنه نبي. عندما خلق الله الكون وأراد أن يخلق الشاعر، لماذا خلق الشاعر؟ يقول إليه كي يكون للناس عيون، إنه عين الله وعين الناس والمعبر والمعبر عنهم. رؤية جبران لأنه نبي، لأن دي كانت فكرة الناس عن هو الشعر. كان هناك تقديرا وتقديسا واحتراما للشاعر بوجه العام. طب أنا خليني بقى، مش هينفع يعني نتكلم عن جبران خليل جبران دون الحديث عن علاقته العاطفية بمي زيادة. هذه العلاقة يعني اللي حواليها كثير من علامات الاستفهام، واللي بيقول لك البعض يبتعكس بقى فكرة التناقض في حياة الشاعر، يعني كيف كل هذا الحب وفي النهاية يعني لا ينتهي بالزواج. يعني كان هناك الكثير من التساؤلات، ويمكن العلاقة دي هتخلينا نتحدث عن دور المرأة بوجه عام في حياة جبران. بس خليني نبدأ بكده بعلاقته بمي. هو بداية علاقته بمي، هناك علاقتين في حياة جبران، العلاقة المخفية التي أظهرها في الأجنحة المتكسرة وعلاقته بمي.
علاقته بمي زيادة كاتبة لبنانية جاءت إلى مصر واستقرت، وكانت تقوم بعمل صالون مي زيادة، وكان يحضر إلى هذا الصالون عباس العقاد وطه حسين. ثم دخلت هذه الفتاة في نوبات نفسية، وقام أخوها بالحجر عليها وادعى أنها مريضة نفسية، وماتت من تضعيف ذلك. وطه حسين بما له من صلات استطاع أن يزورها في مرة، فقالت له إنها لا تستطيع أن ترى إلا الطبيب الذي يداوي مرضاها والأب الذي تعترف له، فقال لها أنه ليس أبا وليس طبيبا. علاقة جبران، وعندما ماتت كتب العقاد قصيدة شهيرة، أين في المحفل مي يا صحاب. علاقة جبران لم يكن أحد يعرفها، لأنها كانت علاقة مراسلات، أدب مراسلات. لم يلتقي جبران بمي، ولم أظن يعني لم يرى أحدهما الآخر. كانت الفكرة هي فكرة مراسلات، وعلى عادة الكتاب فإنهم يفرغون عواطفهم في الأوراق. هو على ذكر الرسائل، هو كتب لها حوالي 37 رسالة في كتابه الشعلة الزرقاء. كانت الفكرة هي فكرة رسائل متبادلة، هي كانت تنظر إلى هذه الرسائل على أنها رسائل، يعني إنجاز التعبير، يعني رسائل من الله، علامات على أنها يجب أن تكمل الحياة. لم يدخل معها في علاقة رؤية وعد بالزواج وكذا. كان هناك استحالة أصلا لانتقال مي إلا من مصر إلى لبنان أو من لبنان إلى مصر، وكان هناك استحالة لعودة جبران. نأتي إلى فكرة يعني التناقض الذي يعيشه الرجل الشرقي عموما. هذا التناقض يتمثل في أي كاتب، نقرأ مثلا الحي اللاتين لسهيل إدريس، عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم، أصوات لسليمان فياض، يعني الطابور طويل. نأتي إلى، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من جذوره مرة واحدة، ومن تربيته ومن نظرته لأمه ومن نظرة أبيه إلى أمه وما إلى ذلك، لا يستطيع جبران. لولا المرأة لم يعني في الحقيقة، لولا المرأة التي تعهدته، لم نكن لنعثر على عشر ما عثرنا عليه. طب يعني خليني أقف عند كلمة المرأة التي تعهدته دي. يعني الحقيقة دور المرأة في حياته كبير، بداية من الأم الحقيقة اللي يعني قامت بدور الأب والأم في آن واحد. شقيقته كان لها دور كبير، معلمته، ويعني أيضا رفيقة دربه زي ما قلنا ماري هاكس اللي ساعدته وسندته ماديا الحقيقة، وكانت سبب سفره إلى فرنسا وهكذا، ويعني ومي زيادة أيضا حبيبته. دور المرأة كيف ما هي صورة المرأة عند جبران خليل كبران، كيف يراها؟ سيدتي، ما الرجال دون النساء؟ يعني فكرة ليس جبران فقط، لكن ما الرجال دون النساء. لكن جبران لم يكن ليطلب، كانت المرأة تعشقه، لأنه غموض شخصيته وصمته وما إلى ذلك، موهبته. يعني هذه السيدة الأمريكية لم تكن تحب جبران في الحقيقة، كانت تحب صوته. هي لا تحبك، يعجبها مجازك. أثرت فيه جدا، وأثر فيه كل من رآه ودعمه لإيمانه بموهبته. لكن نحن لم نرى العلاقة. السيدة تقول له سأتزوج، إن لم تقل لي سأتزوجك فلا يقول، فتذهب للزواج وتبقى علاقتها جيدة به. خليني بس أركز على فكرة هو كيف هو ينظر للمرأة. هو له مقولة شهيرة: أنا مدين للمرأة بكل ما أملك منذ أن كنت طفلا وحتى هذه الساعة. فخلينا ننهي فكرة المرأة عند مقولة جبران. يعني هذه المقولة عشان سريعا كده عايزة ألجأ لي، يعني برضو ألفت النظر لبعض لكتاباتي التي كتبها باللغة الإنجليزية بالتحديد. هذه الكتابات اللي كان لها الحقيقة أثر كبير ونجاحات كبيرة، كيف ترى هذه الكتابات وكيف استقبل لها الغرب؟ يعني من فترة المعايشة والقراءة باللغات الأجنبية، نجد أن الكاتب تلقائيا يتحول تفكيره إلى الكتابة بهذه اللغة. العقاد كان يقول أنه تأتي الفكرة بالإنجليزية ثم يترجمها للعربية. هيكل لديه كتب كتبها بالإنجليزية زي مدافع آية الله الخميني. هناك كتاب جزائريون كثيرون فعلوا ذلك، كتبوا بالفرنسية مباشرة. ما فعله جبران كان أكثر حظا، هو يعيش وسط هذا الجو ويريد أن يندمج، فكيف سيعيش في هذا الجو ويندمج إن لم يكتب باللغة؟ اللغة هنا كانت دفقات شعورية تعبر عما يمر بالمجتمع،
وهناك دور نشر قوية وهناك حركة نشر صناعة نشر قوية والرجل يقدم منتجا يطلبه الجميع ويعبر عن مشاعر الناس. ما الذي يمنع إذن من أن ينتشر هذا الرجل؟ صحيح. كل الظروف كانت كل الظروف كانت مهيئة. وفي الحقيقة لو عاش دبران في لبنان ربما مات برصاصة طائشة أو بعصا في 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 مشاجرة أو في مغفر عثماني، ولو عاش في أي بلد أخرى في هذا الوقت ما كان ليستطيع أن، يعني عايز أقول لحضرتك في الأخير أنه خليل مطران كان لديه القوة والتجربة والدراسة باللغة الفرنسية والرغبة في أن يظهر مذهبه اللي هو المذهب الرومانسي، لكنه لم يستطع أن يفعل ذلك لأنه يعني في هذا التوقيت كان رجلا مسيحيا في دولة تحت السلطنة العثمانية. وأي تجديد في فكرة الشعر أو في فكرة اللغة، ده صلاح عبد الصبور كانوا بيتكلمون الشيوعي بيكتب شعر أحمر، كانوا بيقولوا حتى شعر كرموزي. فكرة بس الخروج على العمود الشعري كانت فكرة كفيلة بالزج بيه في السجن بتهمة بتهمة مغلظة. يمكن دي أحد الأسباب اللي خلت شعراء المهجر يعني يهاجروا من أوطانهم. يهاجروا من أوطانهم. واسمحي لي أنه لما هاجر شعراء المهجر انقسموا إلى قسمين، العصبة الأندلسية اللي راحت في أمريكا اللاتينية اللي كان فيها في الأصل المورسكيين العرب اللي هاجروا من الأندلس لأمريكا اللاتينية، ودول كانوا أكثر كلاسيكية من رابطة القلم اللي في الشمال. دول بالأساس ما حاولوش يجددوا السبب لأنهم راحوا على عرب جايين من الأندلس. ده صحيح. تمام. فمن الذي بقي منهم؟ لن نتذكر إلا دبران، إيليا، المجددون فقط. المجددون. الأستاذ الكبير والشاعر الشاعر والناقد الأستاذ أحمد سراج نورتنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا انتهت هذه الفقرة عن جبران خليل جبران. ما زال هناك فقرة أخرى عن كاتب آخر متعدد الزوايا، هو فلسطيني هذه المرة، الكاتب غسان كنفاني، مع زميلتي أمل بعد هذا الفاصل فقط.